موعدنا هلأ مع الهندسة الداخلية والديكور اللي ممكن يضيف سحر وأناقة أكيد على بيتنا. وهالمرة اختارت جوانا بدور المدفأة إن كانت على الحطب أو على الغاز وأحدث الموديلات والابتكارات بهالمجال. بونسوار جوانا. هاي كيفك؟ ماشي الحال؟ هاي جمانة، كيفي؟ أنا أول شيء بدي أقوله، بس عرفت إنه الموضوع الشميني حسيت بدفى. إيه؟ عن جد بس تتخيل الشميني بالبيت بتحس إنه هي بتعطي هالدفى هالشالور. معي حق أو لا؟ 100% أكيد معك حق، والكوزينس سورتو جو يلي كلنا بنحب موجودين فيه. عن جد إذا دايرة أو مطفية المهم إنه هي تكون موجودة. صح. خلاص بتخلقي هالجو من الحميمية والدفء بالبيت. صح. يعني خلينا نقول إنه هيدا هو أهمية الشميني بالبيت ولا كمان في غير أشياء؟ هلا هي أكتر شيء مصدر دفى بالفعل وبالنظر مثل ما قالت ماريات، يعني بيخلق هالجو وتطورت مع الوقت لصارت يعني واحد من العوامل تبع الديكور الرئيسية ببيوتنا. يعني إذا مننتبه بكل المناسبات الكبيرة يلي منقطع فيها بالسنة، الشميني هي من أكثر الأشياء يلي منزينها ببيتنا. من العالم تنطر بتروح لأنه في قعدة شميني عند هيدا الشخص، في قعدة شميني منبسط بالقعدة إنه مظبوط جو كتير حلو. مظبوط. وبتعرفي جويس في حلقة من صيفية الماضية قطعتها بتحكي عن الفايربيتس. الفايربيتس هن الأشياء الكونتينرز اللي بيطلع منها نار يلي منحطها بالخارج تبع بيوتنا أو بالأوتيلات أو بالمحلات برا يلي بنستعملها بالصيف أكتر من بالشتاء كمان. صحيح. دونك عامل النار والفاير صار شغلة ترندي أكتر ما هي بس بتدفي. هلأ بنحكي عنهم أكتر بسياق اللحن. جمانة وين مكان البيت موجود حلو يكون فيه شميني؟ يعني بتعرفي في بيوت مثلا على الساحل بيقولوا انه نحن مش مضطرين نحطها، يعني اكثر هي جبليه، يعني بحسوا انه ما بتضيف يمكن اي رونق على بيتهم. هالنظريه مزبوطه؟ كانت مزبوطة، صارت نص مزبوطة إذا بدك. أنا بالنسبة لي خاطئة، لأنه مثل ما كنت عم قلك قبل، يعني عامل النار دخل على كل السيزنز، شتاء صيف بيوت اكستيريور. دونك صارت هيدي الشغلة إنه ما بقى منحط شوميني لنتدفى وندفي بيوتنا، صارت إنه ترند، صارت إليمان بيزين البيت بيعطي طابع خاص. دونك ما بقى مهم إذا كان على الساحل أو بالجبل أو طابق عالي أو واطي، لأنه غير الشميني الحطب دخل عدة أنواع شميني تانيين هلأ بنحكي. اللي رح نحكي عنهم هلأ صار في شميني على الغاز وعلى الحطب، حطب في الإيثانول، في حتى الإلكتريكال. قبل ما نحكي عنهم عديتي لنا هيك تقرير الكل ناطر لنشوف أنواع الشميني، خاصة يلي بحب الشميني. خلينا نشوفه ونرجع نتابع حديثنا. يلا. بنبلش أول شيء بنعرف إنه عنا أربع أنواع شمينيات، عنا حطب، عنا غاز، عنا بيو إيثانول وعنا إلكتريك. الغاز هو اليوم الترند تبع تبع لبنان، كتير عم طلب كتير شمينيات على الغاز. هيدا لأنه ثلاث أرباع الأبارتمنتس حابين يحطوا شميني بقلب بيوتهم. اليوم الأبارتمنت صار بيكبر شميني لأنه بس مضطرين خط أسطر لبرا، وهو عبارة للفصاد الخارجي بس. خبرنا شوي أكتر عن الإزاز يلي عم نحطه قدام الشمينيات إن كان غاز أو إن كان حطب. الشمينية عم تجي مع إزاز، بس هالإزاز بيطلع وبينزل، يعني في مجال أهل البيت يعلوا الإزاز ويشوفوا النار بدون ما يكون في باريال الإزاز بيناتهم. الإزاز كتير ضرورية كمان سكيورتي للأولاد، طما يجي الولد ويقرب يحط ايده بالنار. واذا بدنا نحكي عن الفاير بليسز على الايثانول يلي كمان هلا ترندي، وبحسهم انا مور ديكوراتيف من انه تدفئه. صح. اليوم الايثانول هو الكاريل فاير، الشمينيه الوحيده ما بيتطلب انه يكون في الى اسطر لبرا، يعني فنت، يعني الوحيده شميني بعتبرها انا انه اسمها فنت فري. هون بالنسبه للفنت فري ما سالتك الشمينيات الغاز، في منهم بيجوا كمان فنت فري، لاي مدى انت بتنصح فيهم؟ يعني عاده هو الكل الشمينيات الفنت فري نحن ما بننصح فيهم ابدا، لانه طالما في غاز ما بقلب البيت المفروض يكون في اسطر لبرا. كشميني بيو ايثانول، بما انه البيو ايثانول مستخرج من السكر واللي هو بنسموه شوجر كين، يعتبر هو الوحيد الانسان فيه تنشأ وفي حار كان والع بقلب البيت بدون اسطر لبرا،
واليوم البيو إيثانول بيعتبر إنه فيك تاخذيه بعدة ديزاينز وشيبس مودرن وفيري كونتمبرري كمان. شميني الحطب يلي هي معروفة بالشميني التراديسيونيل يلي يمكن في كتير ناس وقتها نحكي شميني معناتها شميني حطب. صح. شميني الحطب هي الأكثر أنا بعتمدها إنه كشميني أكثر شيء تدفئة. اليوم شميني الحطب كمان تطورت صاروا يجوا بقياسات كتير كبيرة وقياسات كتير صغيرة وصاروا يجوا مع إزاز. هلا إزاز هو عبارة عن كمان عن بروتكشن للولاد وبيجوا حتى بعدة أصناف فيك تخليها كبوات كلها فونت مسكرة أو فيك تخليها كبريك. نوصل آخر شيء للشمينيات الإلكتريكال. صح. الإلكتريكال رح أحكيك شوي اليوم عن تكنولوجيا هي عبارة عن ميرور تعمل ريفلكشن لللايت بشكل نار بيجي قدامها شكل حطب سيراميك معمولين يعني حطب سيراميك أم بيجي حتى بروكن جلاس أم بيجي جالي قدامها كتدفئة نعتبر بس أنه تتكل على الهواء السخن هو الـ Airshow. اليوم الشميني الإلكتريك مثل خيال الأبلاينس بس بتشكي لها الفيش بالكهرباء وبتحطيها مظبوط. صح. حمستينا مش معقول شو حلوين جمانة عن جد. بس سؤال هون انه انت شو بتفضلي يعني في ثلاث انواع الحطب الغاز والالكتريك واربعة اربعة مظبوط مين في يعني بتفرق الدفا اللي بيعطوه واحدة عن الثانية طبعا هلا اكيد اذا عم نحكي افشنسي هي الشميني الحطب هي بتربح معنا ام الشمينيات معنا الغاز كمان يعني بيعطي دفى كثير الغاز بيدفي كثير والافانتاج تبعه انه فيك تحطيه بشقه او ببيت طابق اول يعني ما في لزوم نكون بطابق مرتفع ما في ريحة غاز جمانة الناس بس تسمع بالغاز بتنقز لا 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 أبدا لأنه الفنتيلاسيون أول شيء بتكون كتير مدروسة بعدين الأساطر يلي بتظهر لبرات الفساد بتكب كل الأشياء العاتلة entre guillemets تبع الغاز دونك ما في أي خطر لإلها وهون كمان جهات خبرنا أنه الفنت فري مش كتير ننصح فيها لهيك لازم يكون في أستر بيظهر لبرا ليكب كل المواد يلي منا منيحة دونك الغاز أبدا أبدا ما عنده ولا أي نيجاتيف سايد إفكت وشفتي بالتقرير الشمينية اللي ورانا هي واحدة من نماذج الشمينية أغاز هي الدانسينج فليمز بالتقرير طولها 22 من الشمينيات يلي فريمون بيخطر العقل اليوم صار في اشكال كثير يعني كنا معودين على شمينة يمكن بنص الاوضه اليوم لا يمكن بتلف الاوضه الموديل الجديد الديكور الجديد يعني بتعرفي جويس كنت عم اقول لك تحت الهواء انه انا بتحرقص لانه عندي باشن لشغلي انه موضوع الشمينة بالاخص ينحكى كله بحلقه واحده لانه في كتير انواع في الشمينيه اللي بتجي مثل سكالبتشر بتنزل بنص الاوضه في الشمينيه اللي بالارض من السقف عم تحكي صح ايه؟ في عندك بتجي مثل بارتيشن بين غرفه وغرفه بتكون ترانسبيرنت على الميتين بس هول يمكن جمانة ما فينا نحطهم بكل البيوت يمكن البيت الصغير بده موديل معين البيت الكبير بيحمل أكيد هلا كل مساحة بيجي إلها دراسة خصوصي بس ما معناتها إنه المساحات الصغيرة ما فينا نحط فيهم شميني بتضل تقطع حسب كيف بدك تعمل الدراسة تبعيتها يعني هون أهمية شغل المهندس بتجي بس وين ما كان فينا نستعمل الشميني وبأي مساحة وبأي منطقة جبل ساحل إتسيتيرا يعني أنا من الناس يلي كتير بحب استعمل الشميني وكل زبايني بيعرفوا إنه أنا دايماً بنصحهم يحطوا على كل حال رح تضلك عم بترجمي غرامك للشميني في أنا وفي سارة كمان بالأوبية نحن حجزناك لاتنين شميني من خلاص سوري بس نسيتنا ثلاثة أوكي كتير كمان جويس انضمت لإلنا بعتقد إنه كل كرو صار بده شميني بعدين بنشوف كيف وربيع كوري بده كمان بيت كل حدا لحتى نعمل دراسة معينة هون كمان بيجي تايب الشميني ليتناسب مع تايب الانتيرير اي ستيل معمول البيت اذا كان كلاسيكي او مودرن يعني دائما الانكونتورنابل يلي ما في غنى عنها هي الشميني الكلاسيكال مش دائما الحطب مش دائما فينا نستعملها بكل البيوت مثل ما قلنا حسب باي طابق موجوده البيت اذا ما عم نحكي فيلا او قصر اتسيتيرا في كتير مرات كمان منشان هيك بنستعمل الشميني اغاز الفويه تبعها ومنلبسه
بالحجر يلي مشغول ستيل كلاسيكي لحتى تبين انه هي شمينة كلاسيك بس موجودة بطابق واتي او انه تكون بمتناول الكل. هل الانستالاسيون تبع الشمينة على الغاز بتكون اسهل من الدخون تبع الشمينة على الحطب؟ لا لا ما في شيء صعب لحتى يكون في سهل واصعب. يعني نحن هون لازم نوثق بالشركه اللي عم ناخذ من عندها الشمينه. يعني بقصد في تلبيك اكثر ولا اقل؟ لا 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 ما كله ما في تلبيك. انت هيك بدك تفكري جويس. انا بدي شمينه بدي شمينه وبدي انبسط بالشمينه وما حدا رح يتلبك بشيء. عن جد شغله كثير هينه. التكنيكال ايشوز بيساعدونا فيها الشركه اللي عم نشتري من عندها الشمينه والباقي اتركي علي. اوكي بدي اسالك شغله. صار في شمينيات بقلب السويمينج بول؟ هيدي منا ايه هيدي الفاير بيت. هيدي اذا بدك بتجي مثل كونتينر او خلينا نسميه صحن او جات. اوكي بيجي بقلبه نوع من ال بيو ايثانول او مرات اذا كانوا على مدخل جنينات او على غازون مرات كمان بيجوا على الغاز مش بس ايثانول وبينعملوا بشكل ديكوراتيف اكثر من انه شيء بيدفي مظبوط ليزين اكثر. عرفتي هون كمان تذكرت قول شغله انه الشمينه الالكتريكال يلي هي على الكهرباء يلي هي عباره اذا بدك مثل اي الكتريكال ديفايس بتشكل بريز بالحيط بس دخيلك بتسحب كثير كهرباء بنتفق عليها من هلا لما هي اختارت شكل اي نوع كهرباء بس الدفا يلي بتعطي منه دفا نار لانه هي بالنتيجه ما فيها نار يعني هي مرايه بتعكس صوره نار ولا اكثر ولا اقل. هيدا هو الشيء اللي بنشوفه مثل كأنه نار. ايه اكزاكتلي بس هم خصوا بالنار يعني. أوكي. انا بفضل هوليك. الدفا اللي بتعطيه هو نوع من هواء سخن. أوكي. بيطلع منه ولا اكثر ولا اقل. بس في كتير ناس بحبوها لانه سوبر براكتيكال. هون ما عم نحكي ولا امدادات ولا اي شيء. ومنظرة حلو. منظرة يعني بتضيف هالطابع من الدفء بدون ما يكون في عندك نار حقيقية. على كل حال قد ما تطورت الأشياء بكل شيء لاحظت من خلال الروبورتاج أنه تطورت الأشياء بالشمينة كمان. أكيد. يعني تغير بالشكل بشكل بفاجئ يعني خاصة مثلي أنا ما كتير بتابع يمكن ما كتير بلاحق الموديلات أو بلاحق التطورات اللي لحقتها. شفت موديلات كتير حلوة بالفعل. يعني في شيء حجر طبعا في شيء ميروار مثل ما كنت عم تقولي في صح. يعني هالقد عالم واسع صارت الشمينة جمانة؟ أكيد حتى بالتفاصيل يلي داخل الشمينة مثل الزيز. يعني قبل الشمينة بالمصطلح المتعارف عليه إذا بدك ما كان في إزازة قدام النار. صحيح. هلأ صار في الإزازة اللي بتفتح مثل باب ويلي بتطلع لفوق بتختفي ورا الجبسن بورد إذا موجود في جافستين أو غيره. بصفي أنت عندك الخيار أنه يا إما تكون مفتوحة أو مسكرة إذا في ولاد صغار بالبيت مشان safety purposes. يعني هون إذا حطب لما يطرطش كمان الحطب لبرا يعني في صار دخل على الشمينه كثير اشياء متطوره من كل النواحي من الشكل من الاساليب التركيب من شو هي نوعيتها عالم كثير يعني عالم نظرا لتعاملك مع الناس ما بعرف الناس اليوم صارت عادي عندها انه تحط شمينه ببيتها يعني عادي. ايه انه صار شيء يعني هيدي في اعتبرها اساسي مع البيت مثل لما بتكون عم تعمل بيت جديد مع الفرش مع ال شوفي ما بدنا كثير نكبر الموت اساسي لا بس ما في شك انه ما في ولا اي حدا ما بيتمنى يكون عنده شمينه لانه بدل فيها لو كوتي لوكس يعني فيها نوع من فخامه وفيها بنفس الوقت الجماليه الغير طبيعيه يلي بتضيفها على البيوت. دونك من هون بتجي اهميه انه ليش كل الناس بحبوا انه يكون عندهم يمكن جويس العالم بتخاف تقرب لانه بخافوا تكون غاليه يعني كمان هيدا بارت لازم نفكر فيه لحاله. صح. هلا كمان مره انا دائما بقول من الشمينه ولكل باقي الاشياء بعالم الديكور ما تخافوا من السعر لانه مثل كل شيء في كل الرينجز يعني في من رخيص للوسط للغالي هون حسب البيت وحسب البادجت وحسب كثير بما انه عم نحكي حسب البيت هل كل نوع شمينه بيلبق لستيل بيت معين؟ اكيد اكيد يعني هون مثلا ما فيني انا احط شمينه دانسينج فليمز طولة ما بعرف ببيت كلاسيك ببيت كثير كلاسيكي بدها يمكن تطلع شوي غريبه يعني لازم اكيد ناخذ بعين الاعتبار مثل ما قلت قبل نوع الديكوراسيون تيب الديكوراسيون ونطبق عليها الاشياء اللي بتتناسب اكثر شيء
يعني هون كمان تذكرت نحن عم نحكي انه الشمينيه اللي هي على الايثانول ما بتتطلب كمان البايبس وكل الاساطر يلي بتظهر لبرا، دونك هون كمان لحتى نحكي قديش انه صار عمليه انه واحد يكون عنده شمينيه من دون ما يكون عنده دريل شمينيه، يعني ان كان الحطب او الغاز، يعني صار كل شيء فريمون بمتناول الجميع، يعني بادجت وغير بادجت. جمانة نحن حمسنا كل الستات هلا بعتقد، يعني اللي ما عندها شمينيه هلا اول شيء رح تعمله تحمل تليفون وتطلبيك. يلا كيف معقول يتواصلوا معك؟ كيفك على السوشيال ميديا انستغرام؟ ايه اكيد انا فيهم يبعثوا لي ايميلز على الفيسبوك بيج تبعيتي جمانة بدور انتيريرز، وعلى تويتر جمانة اندرسكور بدور، وانستغرام كمان جمانة ديزاينر. انا رح الحقك لو موجوده وين ما كان، وين ما كان جمانة، اهم شيء انا موجوده ببيروت مع جويس وماريا. كثير تحيه لبلال، وينه بلال؟ بلال بيسلم عليك ونحن كثير مشتاقين له. بلال عم بكذب هلا عم بيجي الهوا ونحن قاعدين هون، نحن اكيد كثير اشتقنا له وعم بجيب تقارير كثير دسمه رح تنوضع اكيد على شاشه ال بي سي. يعني كلمه اخيره بتحب تقوليها لكل المشاهدين؟ بدي اقول لهم جيبوا شمينيات وانبسطوا ببيوتكم وجددوا على طول بيوتكم واتصلوا في شو ما بدكم. حلوة هالكلمة الأخيرة. حلوة أكيد حلوة. أهلا وسهلا فيك جمانة، شكرا لحضورك معنا. ثانك يو، ميرسي لإلكم. ميرسي مشاهدينا، بنتوقف مع